النهاردة بنتجول في دولنا الأربعة، سعيدة لأني موجودة في ميدان التحرير حيث صوت الحق واسترداد الحق، موجودين في باريس وطبعاً المدينة الساحرة وجميلة قمة القاهرة، القمة التي تناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية، وعلى اسم مصر كانت القراءة ثم الفكر والإبداع. الشعب المصري كله بيغني، اسألونا الطفل الفلسطيني ماذا تريد عندما تكبر؟ بتكون الإجابة عنده ليتهم يتركوننا نكبر. دعم الذي يقدمني هذا الشعب مستمر ودائم، رحلة تستحق الحقيقة في المتابعة والتفاصيل. الحقيقة احنا بنبدأ سنة جديدة كلنا، وسنة دايما الواحد بيحلم فيها بالأمنيات، يحلم فيها بالاستقرار، بالأمن، بالأمان. أنا شخصيا بتمنى لبلدي مصر كل الأمن والأمان والخير، بتمنى إن احنا نقدر نحقق طفرة جديدة مختلفة، طفرة في كل المجالات الاقتصادية والتعمير والبنى، وخصوصا بناء الإنسان، الثقافة، الوعي، حاجات كتير حلوة بنحلم بيها، وبنحلم ان احنا نشوف مصر فيها افضل واحسن. تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية جديدة بإذن الله كلها امال واحلام كبيرة بإذن الله، وانا واثقة ومتأكدة إن الخطوات والأفكار والمشاريع اللي هتكون إن شاء الله في السنوات المقبلة أفضل وأحسن. شايفة كده، شايفة طريق النور، شايفة بإذن الله إنه مصر هتكون في وضع أحسن. ولازم أحلم، أنا في النهاية مواطنة مصرية، ما أحلمش في الدنيا غير إن بلدي وبيتي وأهلي وناسي يكونوا في خير وأمن وأمان واستقرار بإذن الله. حلمي للوطن العربي كمان كبير، حلمي إن احنا نفضل متحدين، نفضل على قلب واحد، نفضل زي بيت للكل، نفضل احنا كلنا بيت للكل البعض. بحلم طبعا، يعني حلمي الأول لفلسطين اللي بندعمها طول الوقت، بحلم إنه ربنا يدينا العمر ونروح بكاميراتنا، ولكن كاميرات احتفال، نروح ننقل احتفال، نروح ننقل كده من قلبنا زوال احتلال، نروح ننقل علم فلسطين لدولة فلسطين. مش بعيد أبدا إن احنا نحلم الحلم ده، بالعكس الحلم هو بداية طريق تحقيق كل شيء. بحلم لكل دولنا العربية الاستقرار والأمن والأمان، ولشعبنا ولشعوبنا العربية إن احنا يكون عندنا دايما قضايانا العربية واحدة متحدة. بحلم بشعوبنا العربية كل واحد يحقق أمله وأماله، يتمنى الخير لأهله والبلده. بيت للكل، بيت لكم جميعا، إذا كنا دولنا الأربعة هي ممثلة، هي نموذج، ولكن البيت الكبير هو وطننا العربي اللي بنحلم فيه بكل الخير ليكم. ما تبقى غير إن أنا أشكر كل الزملاء اللي موجودين، زملائي الأعزاز الأعزاء اللي كانوا موجودين معايا في البرنامج، أشكركم جميعا على سنة جميلة من العمل المشترك. كلكم كنتم الحقيقة يعني خير سند لبعض. زميلنا العزيز خالد سكر اللي انضم لنا هذا العام بشكرك، كل الزملاء اللي كانوا موجودين كمان في بيت للكل، سواء قدموا بعض الحلقات وبعدين يعني يمكن بتتوالى يعني زمالة أخرى من زملاء آخرين، بشكرهم أيضا. ولكن خليني أقول لخالد ولنا وأحمد كل سنة وأنتم بألف خير، وأنا منتظراكم بإذن الله نعود ونجتمع هنا ونجتمع نحن الأربعة ونقدم أيضا يعني حلقات بيت للكل اللي بتصل لكل مواطنينا في العالم العربي. كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل فرقنا الأربعة بخير، كل من يعمل في هذا البرنامج، فريق الأردن، فريق فلسطين، فريق العراق، وأخيرا من فريق مصر، كل عام وأنتم بألف خير. حلقتنا لليوم رح تكون حلقة شيقة وخاصة، فلسطين داري ودرب انتصار. في أشياء على فكرة كتير مشتركة بيننا وبينكم، لما كان للضعفاء في بيت للكل، صغار وكبار منتذكر كيف كان رمضان يجمعنا وكيف كان التلفزيون بيجمعنا. نؤكد ونصر بأن فلسطين عربية إسلامية. جاء بيت للكل هنا لنقول للعالم أجمع، ها هو العراق ينهض من جديد. في مصر بالتحديد العيد، عيدين اليوم مشاهدينا، رح نحكي عن ثورة 30 يونيو. هنا ربيع الحياة، هنا أريف. كيف تصف هذه الهبة الأردنية النابعة من الغيرة والانتماء للقضية الفلسطينية؟ في نهاية هذا العام من برنامج بيت للكل، أمنيات أحملها في قلبي، هذه الأمنيات
أولاً لوطني الحبيب الأردن، هذا الوطن الذي نفخر ونفاخر العالم به أجمع، هذا الأردن الذي يحمل رسالة السلام والمحبة لكل العالم. أمنياتي لهذا الوطن الحبيب الغالي أن يدوم عليه الأمن والسلام وتلك المحبة التي نستمدها من قيادة وطننا الحبيب جلالة الملك عبد الله الثاني. أما لوطني الآخر الوطن العربي فأدعو الله عز وجل أن يكون العالم القادم يحمل السلام والأمان للوطن العربي الأجمع، وأن يكون هنالك اتحاد وقوة دائما لوطننا الذي نفاخر العالم أجمع بأن الوطن العربي سيبقى وطن بقوميته ولغته ودينه، وطن المحبة والسلام. حلقة مثيرة للجدل، ما نحس نفسنا غربة إذا نروح بالأردن أو في فلسطين أو في مصر أو في العراق، نقول نصحى الصبح ما نلقى الموبيل، نتبدل بروبوت خاص. غزل للشباب مو لنا مو جيل. لدينا مدرسة تسمى بالمدرسة التشبيلية العراقية. هذه الحلقة هي حلقة إصرار وتقدم وعزيمة فلسطيني الصامد الصابر، يجاهد ويضحي ويعطي الكثير من الدماء من أجل إعادة واستعادة هذه الأرض المباركة، بين المواقف الإنسانية منظمات عالمية تدعو بحقوق الإنسان تجاه الإنسان الفلسطيني الطفل المرأة الكدير. تحية تقدير إلى الذين يحملون سلاحهم بكف ويحملون أرواحهم بكفهم الأخرى، تحية لعودتهم المشهودة بعد كل غروب. على الصعيد الأمنيات في عام 2023 وإحنا في حلقة الحصاد، أتمنى أن تعود فلسطين مشرقة للغاية، أن ينتهي مسرح الدم بالماكنة الإجرامية الإسرائيلية اللي حاولت قتل المواطن الفلسطيني، وأن يعم الأمان والسلام في هذا البلد الحبيب، هذا البلد المبارك الذي ذكر حتى في آيات الله سبحانه وتعالى، وقالهم للمواطنين الفلسطينيين أو للشعب الفلسطيني بأن أنتوا رابطوا وصمدوا على قضيتكم، فأكيد الخلاص وستشرق الشمس من جديد على هذا البلد الآمن، بالإضافة إلى كل بلداننا العربية اللي نتمنى لها الأمان والسلام، إلى الأردن وأيضا إلى مصر الحبيبة وإلى بلدنا العراق الحبيب، اللي دائما على صعيد الأمنيات الشخصية بأن نتمنى نشاهد دائما العراق مزدهر، هذا البلد اللي مرت حضارته أكثر من 7000 عام، علم الناس الكتابة، هذا الشعب اللي أدمن الحرف وملامسة المعنى من الفنون والكتابة والثقافة والأدب، اللي كانت من زقورة أور في مدينة الناصرية أولى الحضارات التي كانت وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. يا رب الأمان والسلام لكل مواطن عربي تابعنا من خلال برنامجنا بيت للكل، الأمان والسلام في عام 2023، وإن شاء الله نلتقي في وضع آمن أكثر في بلداننا العربية في عام 2024، نتواصل بإعطاء دروس مهمة وإضاءات مهمة في برنامجنا من خلال محاورنا في برنامجنا العربي بيت للكل، ونلتم إن شاء الله على خير وسعادة. هذه الحلقة من بيت للكل الذي يحتفي اليوم بنجمة احتلت مكانة متقدمة، البوح الليلة ذات بعد شاعري. بماذا تعد المسرحيين والدراميين والفنانين؟ نحن في مدينة الخليل، في مدينة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. بيت للكل يخصص هذه الحلقة للوقوف على أبعاد العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة. حجم الجريمة يبدو مذهلاً ومخيفاً، لكن سينجلي غبار الحرب وسوف تتجلى الحقيقة حكماً ولن يطول الأمر كثير. سلام من فلسطين لكافة أرجاء الوطن العربي الذي تداعت جماهيره ملبية نداء الواجب نصرة لفلسطين وشعبها. بهذا شافكي لنا أحمد والمشاهدين الكرام الأحبة، قفل العام، لكن الأمل موجود بأن نبدأ عاماً جديداً وقد توقفت حرب الإبادة ضد شعبي الفلسطيني، وقد بدأنا عاما جديدا ملؤه الأمل والتفاؤل بغد أكثر إشراقا، غد الحرية الآتية. بالمناسبة فلسطين بند أول على جدول أعمال التاريخ، لا يمكن لأي نفيها خارج هذا الإطار، لا خارج السياق ولا خارج الممكن ولا خارج النبض. أقصد البلاد، الثرى، هذا الثرى الطهور
أقدم وأقدس ثرى في التاريخ. وثم توعد الله اتكاؤنا على وعد الله، وأن لله أن يخلف وعده، حاشا لله أن يخلف وعده. في نهاية الأمر أنا يعني أود أن أسجل أيضا عرفاني وخالص محبتي لمن سبقوني في تقديم البرنامج من الزملاء. كان معنا زميلنا الرائع خميس ماخو الذي انصرف أيضا لإدارة شؤون البرامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تقديمه للنشرات والبرامج الإخبارية. سلام سلام الذي غادر المؤسسة، زميلتنا العزيزة فراشة البرنامج كما كنا نسميها دائما، زميلتنا التي بدأت هذا البرنامج ياسمين شملاوي، وكل الزملاء التقنيين والمخرجين مصورين كل من رافقوني في تقديم خاصة حلقات الشهور الثلاثة الفائتة. أتمنى أن يجمعنا لقاء في القاهرة قريبا أو في الأردن أو هنا في فلسطين أو هناك في مدينة في مهد القصيدة في عاصمة القصيدة في بلاد الرافدين. أتمنى للجميع عاما جميلا، ولنا لقاء بالضرورة يجمعنا في حلقة أخرى قادمة بحول الله.